بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، سنتحدث اليوم عن المكتبة الصوتية. من أين نحضر موسيقى بعيدة كل البعد عن حقوق الطبع والنشر؟ أستخدمها في اليوتيوب بأمان، بحرية مطلقة، أوفر لكم ذلك من خلال اليوتيوب نفسه. هناك مكتبة الملفات الصوتية تستخدمها بدون أي مشاكل، تستخدمها وفق اليوتيوب فقط، بمعنى لا تقوم بترويجها ولا تقوم باستخدامها في مواقع أخرى. من أين أحضرها؟ ستذهب إلى استوديو اليوتيوب، تنزل إلى الأسفل، تجد في الشريط الجانبي مكتبة الملفات الصوتية. حينما تضغط عليها مباشرة ستظهر لك هذه المكتبة. إذا لاحظ معي جيدا كيف نحصل على هذه الموسيقى. طبعا يمكن أن تستخدم هذه الموسيقى داخل اليوتيوب نفسه، مثلا أن تذهب إلى أي فيديو وتقوم بالتعديل عليه بإضافة هذه الموسيقى. هناك طريقة أخرى تستطيع من خلالها أن تحصل على هذه الموسيقى على هاتفك أو على سطح المكتب فيما يخص الكمبيوتر. كيف؟ مثلا تختار أي موسيقى، مثلا هذه، ستجد بجانبها تنزيل، حينما تضغط عليها ستتمكن من تحميلها، وبالتالي بسهولة تحصل عليها. يمكن أن توظفها من خلال برامج أو تطبيقات المونتاج، تستخدمها بحرية مطلقة. هذا فيما يخص الموسيقى. هنا التأثيرات الصوتية نفس الشيء، إذا اخترت هذه يمكن أن تقوم بتنزيلها من هذا المكان. أما المقاطع المميزة بنجمة هي إذا أردت أن تحتفظ بها هنا وتستخدمها فيما بعد. طبعا على سبيل المثال، أعجبتك هذه الموسيقى، تقوم بتعليمها بهذا الشكل. مثلا أعجبتك التأثيرات الصوتية في يعني مقطع معين، طبعا هنا غير متواجدة في التأثيرات الصوتية ما عدا الموسيقى، مثلا تختار هذه وهذه وهذه. فإذا ذهبت إلى المقاطع المميزة ستجدها هنا، ويمكن أن تستخدمها بكل سهولة. إذن من الأحكام والشروط الخاصة باستخدام الملفات الصوتية لليوتيوب، يجب أن يكون استخدامك لهذه المكتبة بما في ذلك الملفات الموسيقية ضمن هذه المكتبة متوافقا مع بنود خدمة يوتيوب. إن الموسيقى في هذه المكتبة مخصصة للاستخدام من جانبك أنت فقط ضمن الفيديوهات والمحتوى الآخر الذي تنشئه. يمكنك استخدام ملفات موسيقى من هذه المكتبة في الفيديوهات التي تحقق الربح منها على يوتيوب. يشير تنزيل الموسيقى من هذه المكتبة إلى موافقتك على ما يلي: لا يجوز لك إتاحة الملفات الموسيقية من هذه المكتبة أو توزيعها أو استخدامها خارج نطاق الفيديوهات وأي محتوى آخر ضمنت فيه هذه الملفات الصوتية. مثلا لا يسمح بتوزيع هذه الملفات بشكل مستقل، بمعنى أنك تستخدمها فقط في اليوتيوب، لا تستخرج هذه الملفات الصوتية وتقوم مثلا استخدامها في تيك توك أو مثلا في انستغرام أو في باز أو فيسبوك أو غيرها من هذه المواقع، بمعنى تستخدمها فقط في اليوتيوب. لا يجوز لك استخدام الملفات الموسيقية من هذه المكتبة بطريقة غير قانونية أو في سياق أي محتوى غير قانوني، بمعنى لا تخالف السياسات. أنت توافق على الالتزام بهذه المتطلبات عند استخدام المحتوى الموسيقي من هذه المكتبة. إذن فقط قم بتحميلها ووضعها من خلال برامج المونتاج، تعدل في الفيديوهات الخاصة بك وتنشرها على اليوتيوب، تنشرها على اليوتيوب، أو تقوم بحفظها كما فعلنا هنا، ومن خلال الإعدادات الخاصة بالفيديو يمكن أن تضيفها مباشرة. كان هذا هو موضوعنا لهذا اليوم. إن أعجبكم اضغطوا على زر اللايك، واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم الجديد دائما من قناتكم فهم الفكرة.